افتتح صباح اليوم ورشة تدريبية لصالح شباب الدائرة الثالثة، وذلك حول استخدام الأوراق التالفة وإعدادها لصالح المواطنين في أغراض اجتماعية. جرت أعمال هذه الورشة بالدائرة الثالثة بالعاصمة إنجمينا بحضور بعض من أعضاء الهيئة الوطنية لتطوير العمل والمتدربين. تقرير محمود موسى الفيل. تدخل هذه الدورة التدريبية ضمن برامج وأنشطة الهيئة الوطنية لتطوير العمل ونابي، وذلك لصالح شباب الدائرة الثالثة من أجل توفير فرص العمل لهم وإحاطتهم ببعض الفنون، وأن هؤلاء الشباب تم تدريبهم حول فنون وكيفية استخدام الأوراق التاليفة ومخلفات المصانع وإعدادها لصالح المواطنين في أغراض اجتماعية والأدوات المنزلية، كما تساعد في إعداد الطعام بدلا من الحطب الناتج عن قطع الأشجار مما يسبب في تدهور البيئة. فكرنا معنا سنو انا بي قلنا نسولم فورماسيون هنا ترانسفورماسيون هنا بابيي ابيشيت بابيي كارتون ابيشيت وننتم انتربرينيريا بور لي بيرميتر هم عشان يقدروا يقربوا فوق نفسهم. ونذكر بان هذه الدوره تستمر 7 ايام ويشارك فيها 100 شاب وشابه من الدائره الثالثه، وستستفيد من هذه الدوره 5 دوائر بالعاصمه انجمينا، وهي الدائره الاولى والثالثه والخامسه بالاضافه الى الدائره الثامنه والتاسعه.